الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط بشكل طفيف مع استقرار أسعار النفط عالميا، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل بمقدار 7 سنتات ليصل إلى 76 دولاراً و41 سنتاً للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط بمقدار 7 سنتات ليصل إلى 79 دولاراً و21 سنتاً للبرميل. واستقرت أسعار النفط العالمي، حيث بدد الضبابية بشأن توتيرة التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الطلب على الوقود، بددت المخاوف بشأن التوترات في الشرق الأوسط التي قد تعطل الإمدادات. كشف نواب عن وجود خرق في العقد من قبل شركة سينوك المستثمرة في حقول بزرقان النفطية ضمن محافظة ميسان، وقال النواب إن هنالك عدة ملاحظات على عمل الشركة ووجود تأخير في جدول تقدم العمل، والذي نص العقد مع الشركة على أن يكون إنتاج شركة سينوك النفطي 450 ألف برميل نفط بحلول عام 2017، مؤكدا أن إنتاج الشركة الحالي وبحلول عام 2024 لا يتجاوز 300 ألف برميل. وأضاف أنه سيتم رفع تقرير بعمل الشركة إلى لجنة النفط والغاز النيابية بهذه الخروقات والتأخير، مؤكدين أنه سيتم استضافة مدير الشركة ورئيس الهيئة من قبل اللجنة لمعرفة أسباب التأخير في جدول تقدم العمل. حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستانيلا غورغيفا أن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس منذ 7 شهر تشرين الأول أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وحذرت غورغيفا من أنه إذا كانت هناك عواقب أخرى فيما يتعلق بمكان القتال فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم أجمع. شددت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية لمنع آلاف المزارعين المحتجين الذين نظموا مسيرة باتجاه نيودلهي لتجديد مطالبهم بتحديد أسعار عادلة للمحاصيل. ويطالب المزارعون الذين بدأوا مسيرتهم من ولايتي هاريانا والبنجاب بحد أدنى لسعر للمطالبة بحد أدنى عادل لسعر مدعوم لجميع المنتجات الزراعية. وتحمي الحكومة المزارعين من أي انخفاض حاد في أسعار المنتجات الزراعية من خلال الإعلان عن حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية في بداية موسم الزراعة مع أخذ تكلفة الإنتاج في الاعتبار. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. كتاب الموجز، إلى اللقاء.